الحمد لله على السلامة. ألف الحمد لله على السلامة. الحمد لله على السلامة. لا كله بسبب الخاتم ده، في حد يلبس خاتم بالحجم ده؟ يا شيخ اتقل اتقل. سقفة جامدة لله بالسلامة يا جماعة. ايه ده؟ ايه الحلويات دي؟ يا ساتر يا رب. وطالعة قمر يا جماعة على مكياج ولا ايه؟ بس الشعر كنافة شوية محتاجين. يعني أول لحظة حسيت إن روحك بتروح بجد يعني واحدة؟ أنا اتشهدت خلاص قلت خلاص صح؟ أنا عايز أقول لك طبعًا إحنا آسفين على البنطلون اللي لسه شارياه، بس هترميه بعد الحلقة ده. أنا عارف مشكلة والله العظيم. هدايا المهم ربنا جابني ليكوا تاني سليمة يا جدع. أنا مش مصدقة إن أنا نطيت النطة دي. لا احكي لنا عن البنت بول، إيه اللي حصل في البنت بول؟ البنادق إيه اللي حصل؟ مش هقول لك. أنا عايز أقول لك إن أنا كنت بقوم بدور السنايبر في الفقرة دي بتاعت البنت. انت اقسم بالله كده رامز جلال خلاها خل وجابنا هنا عشان نبقى سلامة جامدة لله على السلامة يا جماعة. استنوني في رمضان في برنامج رامز عقله طار على الام بي سي. عبد الله على السلامة. انا اهلا. الف عبد الله.